طعمي. الله يخلينا ياك ويديمك فوق راسنا. الهي امين بجاه رب العالمين. يا اهلين وسهلين. اعطيني ستك. ستي ام رامي ما هون عماي، راحت عند الكوفير لحتى تساوي شعراتها غير شكل. ليك يا ستي ام رامي وصلت عماي. لحظه خليك معاي. مين عم يحكي معي؟ عمي ابو رامي عم يحكي طالعه مثل الشحروره. صباح ايه والله ايه والله. هاتي هاتي بدك يعني هاتي مستنيك. فون اهلين ابو رامي. اه لا هيك حبيت غير شكل كثير كثير. ايه لك بس بقى حاجه تعلي صوتك. صرعتيني اوف، بدي اتحرق احكي مع سيدك. فهمنا مريضه. ايه دنيا شو بدك فيها؟ الاستاذ حمدي بعيد عنك، حرك عليه الديسك وجاي ضيوف اليوم. قال لي يعني اذا ممكن بركي بنبعث له دنيا هيك تلفط له البيت شوي. شو؟ شو انت جنيت؟ بنت طلع عنا شهرين جاي تعمل لي فيها حد طاي؟ بس يعني ايه لا ما حذرت منه. يا ام رامي مش شو هالحكي هاد؟ أنا دنيا جايبتها لحتى تخدمني إلي، مو جايبتها سبيلة رايح وجاي. يا أمرامي يا أمرامي أنا وحد الرجال، ما بصير هيك. استلمت فهمك. هاي اسمها إلتو. وإذا كان رفيقك يعني بزمتك هذا طلب تطلبه؟ اللهم طولك يا روح. لك يا روحي عم ندفع لدم قلبنا. ماشي ماشي هالمرة سماح وما رح أكسر كلمتك، بس بشرط بيدفع لي إجرة يوم كامل. لكن هيك ببلاش عم ننيمها ونعلفها. شو 100 ليرة؟ لا إله إلا الله. شو 100 ليرة أنت التاني؟ 500 ليرة. 500 ليرة ليرة تنطح ليرة. طيب خليهم 300. بالله 300 إيه لو دابة اجرتها أكتر من هيك. 450 ليرة وما بنزل قرش أكتر من هيك. ما بتوفي معي؟ لك إيه خلاص خلاص. طيب طيب مع السلامة. لا مع السلامة. بألف زور بألف يا ويلاه لحتى قدرت أني أقنعها. طبعا لا تفسر كلامي غلط يا أستاذ حمدي. كل هالشي كرمال عيون الست دلال بس. مرسي ابو رامي. عم تقول الست ام رامي يعني انه بكره عندها تعزيل بالبيت. طبعا بطل كلمه كلمتي، انت بتعرف هالشي. بس يعني مثل ما اقترحت وتفضلت الست دلال، انا بكره بعد الظهر رح باخذك اياها وبوصلك اياها لقدامها بالبيت بنفسي. بس لا تخليها تتاخر كثير لنصاص لياليها. هاي بنت. كتر خيرك يا ابو رامي وخير الست ام رامي. أنا بأمرك وشو ما بتأمر الست دلال نحن جاهزين، حتى إذا أنت بدك إياها. يا لطيف كنت لها تورط. الله يسلم لي إياك يا أبو رامي. بس بس شو؟ مسألة الرياضيات تبع رانيا. شوي يا لطيف نسيت رام.